أرحب بكم جميعاً سيداتي وسادتي، أهلاً وسهلاً بكم و Good Morning DXN. صباح الخير، عالم واحد، سوق واحد، عائلة واحدة. This is the best thing I can tell in Arabic. And after this, inshallah, my brother, Mr. Khalid, will help me in translating. أول ما تكلمت عن فكرة أنه يكون هناك وكالة للديكسن في العراق، إيش تتوقعون ردة الفعل أمام الناس اللي كانوا معانا مقيمين في دبي، أستاذ محمود هناك العراقيين؟ أنت من كل عقلك؟ بعض الأصدقاء المقربين يعني قالوا أنت فيك لوثة، يعني من وين تجيب هالأفكار هذه؟ هذا الموضوع أصلاً ما ممكن أن يصير. وجودكم هذا الآن وبهذا العدد، هذا أكبر رسالة لكل من استهزأ أو عارض أو أنكر أو ما تخيل هذه اللحظة اللي أنا موجود فيها الآن. المهم هو أنت، المهم هو أنت للنجاح مع دي إكسن، للارتقاء حتى تغير نفسك. لذلك أنت من يصنع سبب نجاحك، أنت من تصنع. كل حدا رح يقول لكم تاريخ ميلاده هو التاريخ اللي انضم فيه لدي إكسن، عشان هيك دائما بنقول لكل حد انضم لدي إكسن هذا التاريخ اكتبه عندك، لأنك حييجي يوم وتوقف على الستيج وهذا التاريخ كم له أثر عندك. وهذا يعيدنا إلى الطبيعة التي عاشها أجدادنا قبل مئات من السنين. فعليكم بمنتجات دي إكس إن وتسويقها بالشكل الأفضل. 40 ألف عضو من العراق، عندي حوالي أكثر من 3250 ستار إيجنت، أكثر من 400 ستار روبي، أكثر من 150 ستار دايموند، نصهم أنتم. السفير نرتقي